مساء الخير عليكم، مساء النجاح، مساء العزيمة والإرادة، مساء تحقيق الذات، مساء كل حاجة حلوة. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، ما ترددتش لحظة اني اطلع حلقة اكسكلوزيف لبرنامج فيونكا وبيبيون بعد ما احنا نهينا السيزن بتاعنا. ليه؟ لان زي ما انا متعودة معاكم وزي ما انتم متعودين معايا ان احنا بنتكلم عن تحقيق الذات، بنتكلم عن النجاح ايا كان احنا عندنا قد ايه، سننا قد ايه، وصلنا لفين، مش مهم، المهم ان احنا نبتدي. النهاردة معانا مش بداية، معانا بدايات، معانا نجاحات، معانا تحقيق ذات، معانا بجد حلقة يعني مثال لكل مرأة مصرية أو عربية بصفة عامة. مش بهول في التقديمة، بس حقيقي حقيقي أنا جسمي بيقشعر وأنا بتكلم وأنا بوصف حلقة النهاردة. النهاردة إحنا مش بنتكلم عن ضيوف طالعين يتكلموا هم عملوا إيه، لا، إحنا بنتكلم عن ضيوف أثروا في مجتمعهم، أثروا في أطفال كتير جدا، أثروا كمان في أسر مصرية كتير جدا، كانوا حافز لناس كتير، كانوا نقطة ضوء في حياة مظلمة لأطفال، لأسر، لأمهات مش عارفين يبتدوا إزاي. مش عايزة أتكلم كتير ومش عايزة أخد من الوقت، لأن أنا حاسة النهاردة أن أنا كل حد لازم يديكوا الخبرة اللي هو جاي بيها. كل حد من اللي قاعدين النهاردة حابب يفرح معاكوا، ينقلكوا صورة حلوة، يعرفكوا هو مين وبيعمل إيه علشان إيه. طبعا ايه، انتم متعودين ان انا بفضل اتكلم كتير كتير، بس النهارده حقيقي حقيقي هم اهم مني بكتير. النهارده معانا فريق مهم جدا جدا، كسر السوشيال ميديا، كسر كل حاجه، كسر الكورونا، خلانا نستفيد من الكورونا بجد. النهارده معانا مش عارفه اقول معلمات، انا عايزه اقول كل حد منهم عنده علم لوحده، كل حد منهم عامل مدرسه لوحده، كل حد منهم عامل نجاح كبير جدا اثر في حياه اطفال كتير. النهارده معانا مبادره اتعلم وعلم او اتعلم صح. معانا رئيس المبادره دكتوره ياسمين النبراوي، منوراني. ياسمين رئيس المبادره، صاحبه فكره الحلقه النهارده، وهي طبعا حبيبتي واختي وكل حاجه، وما قدرتش حقيقي، انا ما قدرتش اقول اي حاجه، قلت لها انا نازله معاكي الحلقه عشان انا احتفل معاهم ويكون ليا الشرف من ده. منوراني ياسمين. تسلمي يا حبيبه قلبي. رب طبعا النجاح ما ينفعش من غير مروحه حسنه. حبيبه قلبي، ربنا يخليك. عهدنا طبعا في كل مؤتمراتنا. ربنا يخليك. الحمد لله، بالظبط كده. انا عشان كل المؤتمرات بتاعت ياسمين والحاجات القويه جدا اللي احنا بننزل فيها بكون المتحدث الاعلامي بتاعها، فانا حسيت ان انا جزء من النجاح ده ولو جزء صغير جدا، بس النهارده حابين النجاح الكبير ده يطلع لكم. وتقول لنا بقى ياسمين دلوقتي جات لك فكره منين اتعلم وعلم او اتعلم صح؟ طيب اول حاجه هنتكلم عنها خالص، فكره اتعلم صح دي كانت مبادره تعليميه من 5 سنين تحديدا. المبادره دي انا لفيت بيها اكتر من حوالي 18 بلد هنا يعني في مصر، محافظات وكده وقرى. بدايتها او سبب وجودها هي كانت محو الاميه للامهات. محو الاميه للامهات في اللغه الانجليزيه، كانت تحديدا اللغه الانجليزيه. حلو جدا. اغلب امهاتنا فعلا او معظم الامهات الموجودين في مصر عندهم مشكله مع اللغه الانجليزيه. اكيد. اكتشفت بعد كده ان انا لوحدي بعد 5 سنين محتاجه ان يبقى معايا فريق، مش بس في الانجليش، لا في كل حاجه. فابتدينا نفعل فريق اتعلم صح. اخترتهم على شكل معين، على كوادر معينه، دراسه معينه، مش مهتمين بس بالانجليش، لا احنا عندنا كل المناهج، وعلى فكره من يعني اشهر المناهج التعليميه الموجوده، يعني مثلا الحساب الذهني، الجولي فونكس، كل المناهج التاسيسيه، منهج المونتسوري، ناس كتيره جدا رغم ان المنهج بقاله اكتر من 150 سنه ما تعرفش ايه مونتسوري اصلا. بس هو انتشر في الفتره الاخيره. انتشر في الفتره الاخيره الحمد لله بفضل الله، وابتدينا ان احنا نعمل الحاجات دي وبقت الاطفال بتستنانا. يعني عارفه لو يجي طفل يقول لك انا لا انا متشوق لبكره. فاحنا زي ما تقولي كده اخذنا من الكورونا، من الطاقه السلبيه حولناها لطاقه ايجابيه. اديني بقى مميزات الكورونا مع ياسمين النبراوي. بصي ستي، في اول الكورونا ما بدات طبعا انا واحده من الناس وكل الناس اللي كانت موجوده طاقة سلبية رهيبة. أكيد. الأطفال في البيوت كمية عياط، إحنا زهقانين. فابتديت أفكر إحنا ليه ما نعملش حاجة تاكل عقل الطفل. كلنا بصراحة الشوك اللي في الأول اللي هو إحنا قاعدين عايزين نقعد في البيت، إحنا في إيه، إحنا بالزبط. لأ وعياط، في ناس جالها اكتئاب حاد فعلا. أكيد. ابتدينا نشتغل على فكرة يا جماعة في مبادرة مجانية، حد عايز يجي؟ طبعا ثواني. الأمهات بقى. مخرجنا. مبادرة مجانية. يعني احنا مش طالعين عشان نقول يا جماعه اشتركوا وادفعوا، دي مبادره مجانيه. يعني شابو ياسمين. تسلم يا رب. المبادره المجانيه دي كان هدفها، ليها هدفين، هدف ظاهر وهدف باطن.
الهدف الباطني انا بس اللي عارفاه، الهدف الظاهري قولي الهدف الظاهري ان احنا عايزين نعلم الولاد كلها صح، بس انا الهدف الاساسي اللي عندي ان احنا نطلع الولاد من المرحله الصعبه اللي هم فيها. يعني انا واحده من الناس، ولادي مثلا في البيت ماما احنا زهقانين تعبانين، تخيلي بقى كل الاطفال دي بتعمل بالظبط بالظبط. ابتدينا ان احنا نقول يا جماعه في مبادره مجانيه، عايزه اقول لك ان احنا وصلنا لاكثر من 300 طفل في اقل من اسبوعين. حلو دي. الحمد لله بفضل الله انا معايا فريق. دي فكره تتعلم صح. فكره تتعلم صح ان احنا هناخد كل يوم ماده. أوكي. لمده ساعه بشروط معينه. اونلاين طبعا. اونلاين طبعا. أوكي. عايزه اقول لك مشكله الاونلاين دي بقى كانت مشكله طبعا، وعايزه اقول لكم ان انا بقالي اكتر من 6 سنين بدرس اونلاين، بس مش في مصر. يعني كانت ناس بعيده، فكنت بضطر ان انا اخد الباك بتاعتي. يلا بينا اسوان، يلا بينا القاهره. يلا بينا مش عارفه مطروح. دلوقتي لا، دلوقتي الناس بقت عقلها اتفتح شويه اكتر. على فكره احنا برضو من ضمن تحديات كورونا ان الامهات بقت بتعرف برنامج الزوم، بقت بتعرف طبعاً. تدخل أنا على عايز أقولك على النت. احنا قعدنا اول اسبوع معاناه نظبط يا جماعه ان الزوم بيقطع كل 40 دقيقه، كل 45 دقيقه، فكانت بتعمل دي مشكله. فابتدينا ان احنا نشتغل على الاطفال كل يوم ماده. ابتدت الاطفال بقى احنا عند ماما الساعه 4 فين، برافو ماما ميس فلانه فين، برافو ماما الفيديو بتاع المونتسوري انا عايزه اعمله عشان ناخد هدايا. حلو. جيت بقى في فتره بعد ما جينا خلاص قررت ان انا اعمل لهم حفله اونلاين. طبعا دي كانت مفاجاه للامهات. ايه ده في حفله اونلاين؟ اه يا جماعه في حفله اونلاين. تعاقدت مع حد محترم جدا 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 اسمه ينفع اقول؟ قول. استاذ ياسر صالح. احنا يعني كله فور فري، فاحنا مش طالعين نعمل دعايه. لا مش طالعين نعمل دعايه والله، بس هو راجل محترم جدا اسمه استاذ ياسر كلنا صالح. كلنا طبعا بنحييه. هو مؤسس فريق تفاريح وفنانه جميله جدا اسمها رحاب محجوب. قررت ان انا اعمل لهم جزء سينما الاطفال في قلب الحفله. أوكي. لا مش في الزوم، كان على الفيسبوك. اوكي. وبقيت الناس تشار لاصحابها والولاد يتفرجوا جزء فيه بقى الاربوزات والحاجات اللي احنا بنحبها جدا. سليتي الاطفال، علمتيهم شلتي الملل والاكتئاب بحاجه ايجابيه جدا. برافو عليكي. عايزه اقول لك ان احنا كمان فرحنا بجد من طاقتنا. اكيد. اللي هو احنا قاعدين في اصلا طاقتك وصلاني، يعني تخيلي ان انا دلوقتي وطاقتك وصلاني، امال لو انا بتعلم معاهم كان هيكون ايه؟ بجد فظيعه. برافو عليكي. الحمد لله بفضل الله حققنا نجاح كبير جدا. بعديها مباشره احنا اوريدي اصلا كان عندنا مدرسه زي ما قلت لحضرتك من 5 سنين كانت بتشتغل، بس ما كناش بنعتمد على الاطفال المصريين بخلاف ان الام كانت بترفض الزوم. أوكي. لان الامهات هي اللي جايه طالبه مننا ان الموضوع يبقى شكل رسمي. بيبقى فيه مناهج ويبقى فيه حاجات دي. حلو جدا. ابتديت فعلا اشتغل انا وفريقي، بقينا اكتر حكمه لدرجه ان احنا اتقال علينا الفريق الذي لا ينام. فعلا احنا ما كناش بننام. برافو عليك. يعني دي حقيقه. عشان كده سمعته بسرعه. الحمد لله. وعشان هدفكم مش مادي. لا لا، انتوا هدفكم اكبر من كده بكتير. عايز اقول لك ان احنا حتى لما عملناها باشتراك بسيط جدا جدا، هو كان فكره الالتزام فقط على الام. ابتدينا نتكلم ان الام الشتات كل يوم بتوصل لها، الشتات كل يوم هي بتبعتها، ابتدينا يبقى في التزام اكتر. احنا كنا شغالين 7 ايام منهم بالظبط 4 ايام دايركت عباره عن شتات. حلو. تحفيظ القران، العلوم الشرعيه، الحديث. على فكره وفرت لهم معلمه مسيحيه مدرسه. برافو. استاذه روجينا مش معانا. وفرت لهم الحمد لله بفضل الله حاجات كتيره جدا. ومن ضمن الحاجات اللي احنا عملناها بقى في الفريق ان احنا بالفعل عملنا 4 مناهج جديده. يعني ايه؟ يعني عندنا استاذه نجاه هي الليدر العربي برضو، وانا بوجه لها تحيه كبيره، هي مش موجوده معانا. احنا بنحيي طبعا كل اعضاء الفريق اللي ما نفعش ان هم يكونوا موجودين النهارده، لان طبعا العدد كبير جدا. فانا كان نفسي كلهم صراحه يبقوا معانا. دي كانت امنيه، حاسه ان كل واحده فيهم اثرت فيا وانا اثرت فيها واحنا اثرنا في الموضوع. الكورونا تهدى شويه كمان والدنيا تفتح اكتر، وان شاء الله هنعمل لكم حفله كبيره جدا في اي مكان بقى يكون يسمح بالعدد بتاعنا ان شاء الله. فاستاذه نجاه ابتدت فعلا تحط منهج العربي ان الطفل يقرا من اول سيشن. يعني مفيش بقى وداع للعواميد. في الانجليش برضه نفس الموضوع، وهكذا وهكذا في كله. جميل. طيب لقيتي وقت امتى وازاي بمنتهى المصداقيه زي ما انا متعوده منك لهذا انا وهذه انا؟ دول كتابين لياسمين النبراوي، نفسي اعرف قدامكم هي لقت وقت امتى ان هي تطلع حلمها على ورق. صح؟ صح. في هذه انا هي روايه، الروايه دي اتكتبت من 9 سنين، دي اول مره هي اقولها لحد. ايوه. ولما حد بيجي يسالني اقول له روايه هي. لا هي روايه مكتوبه من 9 سنين ولكن تم تعديلها بشكل معين. الكفر فوتو بتاعنا موجود على الشاشه. هذا انا الكفر الثاني. هذا انا دوت حلم كل بنوته من العهد الماضي والعهد الجاي، يعني من العهد الجاي والعهد اللي راح. هو خليط تجارب كتير جدا، في ركن سلام نفسي رهيب. لان انا الحمد لله بفضل الله امنت ان في حاجه كبيره، او المعلمه اساسا لازم يكون عندها السلام النفسي رقم 1 في حياتها. لان احنا طبعا شايفه كميه المنافسات وكميه حاجات كتيره جدا ما بتخليكيش تعرفي تبتكري. بالظبط. يعني تخليكي دايما اللي بيبتكر كل حاجه تلاقيها اتاخدت منه واتسرقت. لا احنا مش عايزين كده. احنا عايزين كل واحد يحط بصمه فعليه، ومش انا اللي احكم، الجمهور اللي يحكم او الام هي اللي تحكم. برافو عليك.
بلس على كده ان انا هدفي الاساسي من مبادره مامي لايف كوتش اللي هي كانت قبل كده بالتعاون مع اتعلم معلم، ان انا فعلا عملت منحه للامهات والمعلمات مع دكاتره الجامعه. بشكر طبعا عميد جامعه اسكندريه دكتور هدى بشير والعميد الاسبق لجامعه اسكندريه لتربيه طفوله استاذه هاله الجرواني دكتوره هاله الجرواني، هما الاثنين تعاونوا معايا ان احنا نعمل حاجه للامهات. عملنا مبادره كامله اسمها منحه الامهات والمعلمات لكيفيه التعلم لابنائهم. يعني ايه؟ يعني الام في البيت هي المعلمه، مش بس احنا، فاصبحنا ان احنا في كل بيت مش عندنا معلمه واحده، عندنا ثلاثه واربعه وخمسه وسته. وده فعلنا، ده ساعدنا كتير جدا لان الامهات في فتره الكورونا حاولت تجيب من فين هجيب ابني منين. الحمد لله. قولي لي ازاي قدرتي تخطي يعني كلنا عندنا في الخطوات بتاعتنا لما بنيجي نبقى شغالين كمان اونلاين بيبقى فيه شويه تحجيم شويه للحاجات دي. تعليم الكبار كمان عن بعد صعب شويه. عديتي المأزق ده ازاي؟ الصبر. الصبر. مفتاح الفرج. صريحه. لا 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 والله فعلا الحقيقه الصبر. انا بيقولوا عليا صبوره وحكيمه وبصبر شويه. اي نعم بضغط. بضغط. اكيد. ما بلمش. ممكن ما بلمش. بس اقول لك على حاجه، انت عندك تارجت لازم توصلي له، هدف انت ما بينك وما بين ربنا او هدف انت حابه انك توصلي له هتوصلي. حلو جدا. انت بجد منوراني. تسلمي يا رب. ما حبيتش اقول بوزيشن بتاع ياسمين في الاول. ليه؟ عشان تسمعوها الاول وبعدين تعرفوا هي مين ياسمين النبراوي. ياسمين النبراوي هي رئيس مجلس اداره اكاديميه اتعلم صح، استشاري علوم انسانيه، مدرب معتمد دولي من انجلترا، لايف كوتش، رئيس مجلس اداره فريق اتعلم صح، دكتوراه في مجال التربيه الخاصه، صاحبه مبادره اتعلم صح، صاحبه مبادره اتعلم وعلم، صاحبه مبادره مامي لايف كوتش، صاحبه مبادره طفل اليوم مستقبل الغد، الأمين العام للمؤتمر العربي الإفريقي للصحة النفسية والكوتشنج، سفيرة النوايا الحسنة 2019، أفضل شخصية أفريقية لعام 2019، صاحبة مبادرة اتعلم معلم. أنا ما بقولش الكلام ده كله لمجرد أن أنا أعرفها بما أن هي طالعة شخصية معانا في الحلقة النهاردة أو هي مؤسسة مبادرة. أنا بقول الكلام ده لأن أنتوا عارفين أن أنا بحب أدي مسج ما خلف السطور. واحدة عملت كل ده. كلنا نقدر نعمل كل حاجة. معانا النهارده تانية نماذج موجوده معانا، معانا الاستاذه خلود بلال، هي نائب اكاديميه اتعلم صح. اكيد طبعا عليكي مسؤوليات كتيره جدا. الاول قولي لي بسرعه كده سريعا تعريف بالاكاديميه بتاعتكم. احنا الاكاديميه عندنا بتشتغل في مجالات متعدده منها الكورسات. الكورسات عندنا بنقدمها للام وللطفل وللمعلمه. عندكم اهداف طبعا. طبعا اكيد. شويه اهداف. احنا بنشتغل على شقين، الشق التعليمي والشق التربوي. الشق التعليمي لكل المجالات التعليميه والمناهج الجديده والمناهج الدراسيه. والشق التربوي اللي هو خاص بسلوكيات الطفل، ازاي الطفل يبدع يكون قائد يكون مفكر. فبنشتغل على الشقين دول في الاكاديميه. بتقدموا طبعا كورسات كتير جدا تخدم الطلبه او الامهات. ايه هي؟ اكيد احنا عندنا شغالين على مجالات متعدده في الكورسات، ترفيهيه، تربويه، سلوكيه، نفسيه، تعليميه، كل ما يخص الطفل احنا بنديه في الكورسات عندنا. التعليميه زي نور البيان، زي الحساب الذهني، زي جولوفونكس اند ليرنينج وذوبه، كل انواع الكورسات موجوده عندنا ما شاء الله. معانا دلوقتي استاذه ايمان فتحي، عايزاكي تعرفينا الاول بالمنهج المنصوري واهميته وقد ايه هو في الفتره الاخيره بقى مهم جدا لكل طفل. المنهج المنصوري ده نسبه للطبيبه الايطاليه ماريا مونتسوري، هي اللي ابتكرت المنهج ده. هي كانت طبيبه وطبقت بعض المبادئ الطبيه دي على الاطفال الاب نورمال وبعد كده النورمال، وحققت نجاح باهر جدا. وتابعت بقى سلوك الاطفال وازاي نجحوا وعملت لهم انشطه مختلفه. حتى أنشطة المونتسوري دي بتبدأ من صفر، من عمر صفر لحد 24 سنة. وكمان عملت دعامة الأركان المختلفة للمنهج دوت، زي مثلا ركن الحياة الحسية، ركن اللغة، ركن الحياة العملية، ركن الحساب، التاريخ، الجغرافيا، لدرجة أن الأطفال عن عمر 9 سنوات بيبقوا حاجة عظيمة جدا. يعني من خلال الأنشطة المختلفة، تقوية عضلة الإيدين، اللمس، التذوق، الأركان دي كلها. طبعا المنهج رائع جدا، وفي ظل الكورونا عمل طفرة تعليمية كبيرة جدا. يعني
ان هو الاطفال استمتعوا جدا بانشطه المونتسوري، كانوا طبعا بينتظروها وبيسالوا عليها لان هي عالجت حاجات مشاكل كتيره، بلس على كده حققت نجاح بصراحه رائع جدا. أكيد. فبشكر دكتور ياسمين ان هي اتاحت لي الفرصه دي، فخوره جدا فخوره جدا جدا، وبشكر المعلمه اللي علمتني الدكتور العظيم والدكتور سلوى عفيفي. طبعا كلنا بنحييها وبجد بنقدم لها وبنقدم لكل حد قادر يقدم لمصر حاجه والاطفال مصر، بجد شكرا ليكم جدا. انا عايزه اوضح بس حاجه، دكتور سلوى عفيفي هي مدرب معتمد من نماك المنصوري، وعلى فكره هي اي حاجه بتتم تحت اشرافها، هي متخصصه في الجزئيه دي، هي معانا كمان في الفريق كمشرفه. دكتور اسلام رمضان اللي هو المتخصص في الحساب الذهني منهج الفارس العبقري. شكرا لكم. دلوقتي معانا استاذه غاده مدكور برضو عضو من اعضاء الفريق، بتدرسي ماس. تعملي ايه؟ انا بحاول بقدر الامكان ان انا اخلي الماس ده حاجه ممتعه بالنسبه للاولاد، واخلي الماما تغير فكرتها واعتقادها ان الماس ده مش مجرد ان احنا بنحل مسائل او بنعد على الايدين او whatever هما بيعملوا ايه. انا بحاول اخليها عمليه ممتعه للولاد من خلال ان احنا بنحول الماس ده عن طريق اكتيفيتيز، وبنستخدم فيه كمان المونتسوري، فمش مش مش بس بنستخدمه في الانجليش بس، كمان بنستخدمه في الماس علشان نوصل المعلومه بطريقه مبسطه وسهله للولاد تكون ممتعه ليهم، ويبقوا متشوقين ان هم يدرسوا الماس بطريقه حلوه. شكرا ليكي. معانا استاذه ساره صلاح برضو عضو من اعضاء الفريق، بتدرسي لغه انجليزيه. تمام. بتقدميها ازاي؟ يعني بتحسي بالموضوع شيق مع الاطفال ازاي؟ بنقدم اللغه الانجليزيه عندنا بطريقه مختلفه تماما. جميل. بتساعد الطفل ان هو يقرا ويكتب بسرعه، ما فيهاش حفظ ولا عواميد زي زمان. حلو قوي. بتسهل، بتخلي الطفل يتحرك معايا بحواسه كلها، بحواس السمع والحركه والبصر، بحيث ان احنا بنخليهم يتحركوا ويلعبوا معانا ويكونوا كلمات وجمل من خلال الحروف اللي احنا بنقدمها. دول انا بحب اتدخل في الحاجات دي قوي. دي بتخلي الموضوع يعني ابسط واللعبة ويخلي الناس بالظبط يحسوا ان هم عايزين يلعبوا. بالظبط. الطفل بيتحول من عمليه تعليميه لعمليه لعبيه. منصوري اصلا، احنا معتمدين طريقه منصوري في منهج العربي ومنهج الانجليش ومنهج الماث، في الثالث احنا معتمدين منهج مريم منصوري. ده بيخلي الاطفال تقرا وتكتب. شكرا ليكي. هنطلع فاصل صغير جدا، هتشوفوا فيديو مهم جدا جدا، وهنرجع نكمل بقية الفطاحل اللي موجودين معنا النهاردة. فاصل وراجعين تاني. بالتعليم أساس الغرس، بالتعليم أرفع من شأني، للمستقبل أخطط أبني. منذ الروضة أحب الدرس، بالتعليم أساس الغرس، بالتعليم أرفع من شأني، للمستقبل أخطط أبني. معانا دلوقتي جزء من فريق اتعلم صح، معانا استاذه دينا عصام مدير العلاقات العامه. ازيك يا دينا؟ اهلا بيكي. عندكم مجالات كتير كتير. بما انك بقى علاقات عامه وانت اللي لما الموضوع، قولي لي بقى بتتعاملي ازاي مع المجالات اللي انتوا فيها دي، وبتقابلي ايه فيها كمان؟ هو تم جمع اكبر عدد ممكن من المعلمات المتميزات في مختلف المجالات، وذلك الالتقاء في هدف واحد وهو تاسيس الطالب بطريقه صحيحه عن طريق دمج المناهج التعليميه والربط بين افكار المعلمين والتواصل الفعال مع الطفل مباشره. احييكي على اللغه العربيه، يعني بجد احييكي على ان انت حريصه عليها. شكرا. معانا كمان الاستاذه هبه الجندي مديره العلاقات العامه، منوراني. عايزاكي تقولي لي فكره التعليم عن بعد بقى للاطفال مأساة بالنسبه لي. بالنسبه لي انا كحد مشاهد يعني. بالظبط كده. انا لو حتى لو انا امه هتبقى صعب ان انا اسيطر عليه عن طريق شاشه. بصي، هو ده كان متصور معتقد عند الناس كلها ان الموضوع ده اكيد مش هيبقى مش هيلاقي النجاح الباهر اللي احنا الحمد لله حققناه. وعايزه اقول لك ان احنا لمسنا اول نجاح بعد اول سيشن لما لقينا الكومنتس اللي جات لنا في الجروبس بتاعت الاطفال، لما حسينا بجد ان الناس تعليقاتها مبهره جدا وقد ايه احنا اشتغلنا بجد بروح واشتغلنا بجد، وكان بيحيونا على اصرارنا وصبرنا
صبرنا مع الولاد كمان، دي اكتر حاجه يعني بجد فرحتنا فماني. واكتر حاجه كمان حسيتنا بالنجاح اللي هو بعد ما خلصنا المبادره وكمان الناس بدات كمان تتواصل معانا على المنصه، وكمان خلاف كمان اصدقائهم وكمان اقاربهم، عايز اقول لك ناس ثانيه كمان خلاف الموجودين المبادره معانا كمان، كان بجد مبسوطين جدا هم كمان عايزين كمان يشتركوا معانا. واكتر حاجه اكيد طبعا مفرحانه وفي نجاح مع حضرتك النهارده في حبيبتي، ربنا يخليك. اكيد طبعا ده ليا شرف طبعاً، اكيد والله اكيد. معانا استاذه منى الجندي، عضو برضو من اعضاء الفريق، وعندك حاجه خطيره جدا وشيقه جدا، الحساب الذهني. أكيد. بتعملي ايه؟ طبعا الكالرز والافكار دي هتبقى مميزه جدا بالنسبه للطفل وهتلفت الانتباه. بتتعاملي ازاي؟ اولا فكره الحساب الذهني هي عباره ان احنا بنجري العمليات الحسابيه عن طريق الذهن، زي الجمع او الطرح او غيرها من العمليات الحسابيه عن طريق الذهن. طيب احنا فكرنا ازاي الطفل نقدر ان احنا نخليه يجري العمليات الحسابيه دي ذهنيا، قلنا ان اقرب حاجه لعقليه الطفل هي الالعاب. طيب قلنا ان اللعبه ديت احنا بنسميها معداد. المعداد دوت بيتكون من ايه؟ معداد او المعداد الياباني. ده بيتكون من مجموعه من الخرزات، كل خرزه بتبقى ليها قيمه رقميه، يعني ده اول خرزه بواحد، ثاني واحده بواحد، برده كل الاربعه دول قيمتهم بواحد. اما الخرزات العلويه فدي قيمتها بخمسه. طيب الطفل ازاي بيعمل اجراء العمليه دي؟ فانا ما بقول له مثلا اتنين بيرفع لي خرزتين، طيب زائد خمسه بينزل لي الخمسه. طب ممكن كمان اعمل عمليه طرح كمان في نفس المساله، طب اقول له ناقص خمسه هيرفع لي الخمسه وهكذا. فهو بطريقه سهله جدا أصلاً بيقدر ان هو الالوان والحركات بتشد الطفل، فاحنا بالزبط. ديت بنقدر نوصله العمليات الحسابيه بطريقه سهله جدا وبسرعه وفيها دقه، وكده بتبقى بطريقه ممتعه للطفل كمان. وطبعا انا لازم اذكر في البداية طبعا دكتور اسلام رمضان، احنا كمان بنعمل بمنهج الفارس العبقري وتحت اشراف دكتور اسلام رمضان. كلنا طبعا بنحييه النهارده من فيون كوكوبيون، بجد شكرا لكل حد ساهم في اي حاجه ان الناس دي تطلع تعلم وتتعلم، وكمان ان هي تشكركم، فبجد معنى كده ان انتوا اثرتوا فيهم فعلا. معانا دلوقتي استاذه ايمان سليم، عضو من اعضاء الفريق الانجليش. الانجليش طبعا يعني ماساه عن قرب ومعاناه عن بعد، بتعدي الخطوه دي ازاي؟ بصي احنا في الاكاديميه بنهتم اهم حاجه الجانب النفسي للطفل وهو بيتعلم، دي اهم حاجه عندنا. فعشان كده الحاجات دي الجانب النفسي ده المنهج اللي بيراعيه هو منهج جولي فونكس اند ليرن انجلش وذ دوبا. تمام. اهم حاجه الطفل لازم يكون معايا مستمتع، ما ينفعش يتعلم كده قاعد صامت، قاعد في ملل، قاعد متلقي فقط. لا، لازم يكون متفاعل معايا، لازم يكون يحس ان هو بينجز، مش بس قاعد لي ساكت كده وخلاص ومستنيني ان انا احفظه اللي هو بالطريقه التقليديه واحشر له المعلومه في مخه. لا لا خالص، هو لازم يكون متفاعل، لازم يطلع معايا من السيشن يطلع حاسس بالانجاز، حاسس ان هو قرأ. حتى لو عنده 4 سنين لازم يكون حاسس ان هو قرأ كلمه فيها مقطعين، فيها 3 مقاطع اللي يناسبه. ده بيساعد الطفل ان هو بعد كده يكون متشجع، ايه هناخد ايه تاني، هنعمل ايه تاني. تمام. ما بيقوليش كفايه، ما بيقوليش لا ايه ده، ما بيحسش بملل، بيبقى عايز يعمل اكتر. بنطبق كمان في ده منهج المنصوري، اللي هو مثلا دي بقى الحاجه اللي هو الطفل اصلا بيحبها جدا، يعني هو يمكن بيحب الانجليش عندنا لان هو مختلف عن اي مكان تاني. مختلف مع منهج جولي فونكس وليرن انجليش والدوبا، مختلف لانه بيلاقي فيه ان هو بيلعب وبيتعلم وبيستمتع جدا معانا. دي من انجح خطط التعليم اصلا، بالظبط اللي هو اللعب التعليم باللعب، الالعاب، استخدام الالعاب التعليميه. بره دلوقتي كلهم مفيش التلقين، مفيش اللي هو اقعد اعمل عليه ستريس وانت احفظ وذاكر. انا لسه كنت هقول بمناسبه ايمان، لسه كنت هقول لك عاجبني الاختيار والتنوع في طريقه توصيل المعلومه، يعني بالزبط. احنا نقدر نقول ان احنا خرجنا من الصندوق. احنا بنتعامل مع اكتر من طفل، الطفل الحركي، السمعي، البصري، في طفل عنده تشتت انتباه ومتفكر ان عنده تعديل سلوك، محتاج تعديل سلوك. احنا كنا بنتعامل مع كل فئات الاطفال بشكل يعني بنلمسهم شويه، فده كان سبب النجاح برده اكتر. برافو عليكي. قولي لي بقى، عندي سؤال برضو خارج الصندوق، العدد مع الاونلاين مع التيتشر نفسه بيبقى حلو قوي السؤال ده. طيب يعني احنا كنا بنعمل نفسنا عارفه قضا
يعني مثلا سي هبه كان بيبقى عندها سيشن، مش هبه لوحدها اللي تبقى موجوده، لا نص الفريق بيبقى معاها. بنرتب الدخول الطلوع، مين طلع مين دخل، طب في طفل فاتوا حاجه. الاعداد بتاعه الاطفال كانت لا تزيد من 15 مثلا ل 18 او ل 20، ده كان 20 ده كان حاجه الاوفر يعني. بنرتبهم اعمار سنويه من 4 ل 5، من 5 ل 6 او بين 5 ل 7 تقريبا، ومن 7 ل 9. ده غير بقى دلوقتي المناهج اللي هي الدراسيه اللي هو مثلا عندنا من 10 لحد مثلا 13 سنه، مثلا من 7 لحد 9 سنين، واخدينهم مراحل اعمار سنيه. عايزه اقول حاجه، اتفضلي قولي. عاجبني نظرات عينيكي وانت بتبصي لها وبعدين رجعتي تبصي لها ليه؟ لان هي شايفه ان اللي ماسك الجزئيه بتاعت العمر هنا، اللي ماسكه الجزئيه بتاعت كذا هنا. اذا احنا بنتكلم عن حقيقي مش مبالغه، انت بتتكلمي عن منظومه، انتوا عارفين كل واحد فيكم بيعمل ايه. عجبني برضو اللغه العربيه في العلاقات العامه، معنى كده ان انت دايره الموضوع يعني على اكمل وجه. ملاحظه كمان، يعني انت عارفين انا حشريه وبحب اتدخل في كل حاجه، ملاحظه كمان حقيقي كم الابتسامه والبهجه اللي موجود في التيم كله. انا مش قادره اقول لكم احنا في الفاصل بنعمل ايه. احنا في الفاصل حقيقي كلنا بنضحك، كلنا بنهزر، كلنا مبسوطين جدا جدا بنجاح الفريق. انا مبسوطه من الحاله نفسها هتدي كم طاقه غير طبيعيه للاطفال وللامهات. اكيد الام بتبقى كمان مبسوطه معاكي. الام بتتعلم معانا، عارفه انت، انت تعلمي الام معاكي. تصحيح الجمل يعني مهم. هي دي هدفي الاساسي يا جماعه. احنا عندنا الطفل، بصي الطفل ورقه بيضاء، احنا اللي بنحط فيها اللي احنا عايزينه. انت جالك طفل دلوقتي، ماما ايه ده؟ حبيبي احفظ، ربنا خلقنا كلنا مفكرين، دي دايما كلمتي. وعلى فكره في حاجه اسمها، يمكن في كورس، في فيديوز كده بحب دايما اقوله لهم، اسمه كيفيه قراءه العقل البشري. ان احنا ازاي نقرا مخنا، الفص الايمن والفص الايسر. ربنا خلينا كلنا مفكرين، احنا اللي بنحول الطفل دوت ان هو يحفظ اجباري. ترجعي بعد كده تزعلي لما تقولي انت هتخش علمي وانت هتخش ادبي، ما انت اللي عقدتيه. ايمان برضو كنت هقف، ايوه، لان اللغه الانجليزيه عندنا قالت ايه؟ احنا بنفضل نحشر بالزبط. ونشوف الطفل مش بالزبط. بيستوعب. لا بالظبط، نحشر يعني استوقفتني وبس ما رضيتش اقطعك، بس هي ده الامهات بتعمل كده فعلا. الطفل اصلا اول ما بيجي لنا بيبقى، بصي اول سيشن ده بيبقى خايف، انتوا هتعملوا معايا زي ما بيحصل في المدرسه. لا انا في حاجه عايزه اعلق عليها، احنا في امهات جت تقول ايه الطريقه الغريبه دي؟ انا عمري فاشل ما سمعتها. يا ستي طب بصي، طب عشان خاطري جربي معانا. مش ورا كلامي، طب بالله عليكي. فانا بقى ماسكه ايه التليفون؟ بالله عليكي عشان خاطري. فتلاقي ان الامهات بتيجي تقول لك لا انت كان عندك حق. لا وحاجه كمان ياسمين، انت عديتي مرحله الثقه الحمد لله. الحمد لله فضل. ان الامهات واثقه فيكي بزياده، فخلاص طالما طريقه جديده انا هجوه. ده مش معناه الناس اللي لسه ما عندهاش خبره زي بقيه التيم اللي معاها، يعني مش كل البنات يعني يحالفهم الحظ ان هم يكونوا موجودين مع ياسمين او التيم بتاع اتعلم صح، لكن ابني لنفسك خبره وابني لنفسك ثقه بينك وبين الام او الاب او الطفل ايا كان. ان شاء الله اول ام او اول طفل بتتعاملي معاه. انا عايزه اقول حاجه بس، احنا كمان كنا عاملين جروب اسمه استفسارات المدرسه. انتوا عاملين حاجات كثيره قوي. والله كنا بنقعد نسمع لام لدرجه ان امك كانت تيجي تقول لي الله يكون في عونك، اقول لهم لا 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 خليهم يتكلموا. اكيد خلينا نفهم في الاخر هم عايزين ايه. طول ما انت عايزه تعرفي الام عايزه ايه هتريحيها، هتقدري تساعديها مش هتصديها. وده الهدف الاساسي. طب انت بصي، كلنا حتى في المدرسه كنا بنلاقي لما احنا كنا طلبه، الطفل ده غير الطفل ده، الولي الامر ده غير بالظبط كده. الفروق الفرديه كمان مش للطفل بس، كمان بيبقى كنايه عن الاب والام في البيت. طيب اقول لك على حاجه بمنتهى الصدق. اكيد محدش يزعل مني يا جماعه. لا طبعا، الامهات بتبص لبعضها بمعنى ده. لا طبعا، يعني هقول طبعا انا النهارده دخلت إيه ده؟ لا استنى بقى، احنا كده قلبنا قعده حاجه جديده. استنى بقى، ده في حاجه جديده. ده بص، ده الولد قرا من اول يوم وهو عنده 4 سنين. طبعا اللهم بارك. إيه يعني فهمين؟ حقيقي اللي انت بتقولي ده. الحمد لله بفضل الله عز وجل. دي كانت حاجه الحمد لله. عايز اقول لك ان احنا اخترنا 4 سنين تحديدا، مش اقل من كده. وعلى فكره انا بوجهه نظري مفيش حاجه اسمها حضانه اونلاين، عشان بس نبقى ايه متفقين. لان دي بتعمل الاطفال مشاكل صعوبات تعلم. انا ممكن ناس كتير تعلق على فكره حضانه اونلاين. بصي ده وجهه نظرك بس. لا انا شايفه ان الطفل بكفايه كفايه قوي يقعد ساعه. ناس تانيه تقول لك لا ده ما الاطفال بتقعد قدام التابلت ومش عارفه ايه. هي حضانه اونلاين دي كذا ساعه يعني؟ بيقعدوا بثلاث اربع ساعات. صعب جدا، اكيد هيفصل انتباهه. صعب جدا، حتى لو بيلعب على فكره هيفصل انتباهه بعد وقت معين. هي اخره ساعه ساعه ونص. ده يعني، وعايز اقول لك احنا الادوات ارجوزات حقيقي. ايوه حقيقي. الادوات يعني مثلا التابلت او الايباد. بالظبط، التابلت او الايباد ده بيعمل مشكله كبيره اكتر من ساعتين يا جماعه. يعني بجد يا جماعه، اي حد ابنها بيقعد اكتر من ساعتين خلي بالك كارثه. فالام تيجي تقول لك وفيها ايه ده؟ انا سمعت مره واحده مديره حضانه، مع احترامي انا اسفه يعني،
بتقول لي فيها ايه الطفل من سنتين بنديله التليفون يتفرج، التليفون ايه اللي بتتفرجي؟ لا هي امهات كتيره جدا اصلا بتعمل لا المشكلة. يا جماعه ده بيجيب توحد يعني، انا كانت من الحاجات اللي كانت مقلقاني قوي النظر كمان. أيوة بيعمل مشاكل في العمود الفقري وبيعمل. عايز اقول لك احنا اخترنا المدرسه كان بدايتنا لو تفتكروا حتى دينا كانت بتقول ان احنا لازم يا جماعه ما نتعداش الاربع ايام بمعدل ساعه. وفي حاجات في المنصوري كنا بنبعتها فيديوز يعني كفايه عليه قوي كده. بس هو فعلا كفايه عليه قوي كده. هنطلع نشوف فيديو تاني لنجاحات تانيه ونكمل بقيه الفريق الناجح النهارده. بجد انا مبسوطه معاهم جدا، ويا رب انتوا كمان تكونوا مبسوطين ومستمتعين ومتعلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هبة فارس، مامي يوسف أحمد جلال. يوسف مشترك في أكاديمية أو مبادرة اتعلم وتعلم صح برئاسة الدكتورة ياسمين نبراوي. طبعا أنا مفروض في الفيديو ده هقول هلقي الضوء على السلبيات والإيجابيات اللي موجودة في أكاديمية اتعلم وتعلم صح، بس أنا حابة أقول حاجة، وهي إن مبادرة اتعلم وتعلم صح هي طاقة إيجابية في وسط الظروف اللي بتمر بيها الدنيا كلها والعالم كله. هي طاقة فعلا إيجابية لينا ولأولادنا. يعني هو مش موضوع انها هي مش فكرتها انه للولاد بس انها بتعلمهم وتديهم مادة علمية فقط، لا،
دكتورة ياسمين والفريق كله بيمدونا احنا شخصيا كمامز بطاقة ايجابية ان احنا نكمل مع اولادنا في الظروف حتى اللي موجودة دي، مادة علمية وتربوية واخلاقية في نفس الوقت. بيعرفوا ازاي يخلوا الولاد وهم بيدرسوا المادة العلمية يتعلموا حاجات اخلاقية وتربوية، يتغيروا ازاي يبقوا يعني. ده جزء من الاراء بتاعه الامهات وبتاعه الاطفال. عندنا اراء كتير جدا بس طبعا الوقت مش هيكفي ان احنا نعمل كل حاجه. عندي اخر سؤال ممكن اقوله لياسمين النبراوي النهارده. عايزه اقول لك انت ازاي بتقدري تحجمي افكارك طموحك في الفريق؟ بتقدري توسعي مداركك ازاي؟ بتقدري كل فتره في كورونا بتدينا طاقه ايجابيه اللي هي موجوده عندك الحمد لله بغزاره وتوزيعها على الاخرين، بتقدري ازاي تسيطري على كل ده؟ على فكره حتى طاقتك لازم تكوني اكيد بتسيطري عليها لان احنا كده اكيد. بصي هقول لك بصراحه سؤال عميق. ربنا والله العظيم ربنا ونعم بالله. انا بحط الحاجه بلاقيها سبحان الله تسهلت كده و... عارفه ليه؟ ليه انا هقول لك بقى ليه؟ عشان على نيتكم ترزقون. يعني هي النيه يا جماعه. اكيد كل العالم مش العربي، العالم بصفه عامه بيشتغل علشان يثبت نفسه وينجح و والربحيه. هنا الربحيه موجوده بس في الهامش اللي هو انا ما ببقاش خسرانه لكن انا عندي هدف كبير وهدف اسمى. معانا برضو استاذه صابرين احمد، هي عضو فريق ومساعد ومسؤول السوشيال ميديا، يعني من المحاربين. قولي لي بتلاقي ازمه في انك تجمعي الفريق مع بعض، انك ترضيهم على السوشيال ميديا، بتعملي ايه؟ والله بصي اهم حاجه في الموضوع ده كله دكتور ياسمين. يعني اللي هو بقى ايه، فعلا كلنا بنجتمع على قلب رجل واحد. ايوه كله يعني هي فعلا مش مدربه مش معلمه، هي اخت قبل اي حاجه وام وكل حاجه. فكلنا فعلا بنشتغل وبنعمل اقصى ما عندنا عشان اول حاجه بنحبها. تمام. تاني حاجه عشان احنا بنحب طبعا الموضوع ده. تحفه بقى الكلام الغير متوقع ده بيبقى جميل. انا لو قعدت اتكلم بيعمل كسوف هنا. انا لو قعدت اتكلم عنها ده موضوع تاني بس. ملخص الفريق بتاعنا، احنا كلنا مجتمعين اولا عشان دكتور ياسمين وكله بيعمل بحب ومفيش، كلنا متعاونين مع بعض، اللي مش موجود تلاقي حد تاني مكانه، كلنا ايد واحده فعلا مع بعض ان شاء الله يا رب ايد واحده دايما. معانا استاذه ياسمين خليل الامين العام لفريق اتعلم صح، منورانا النهارده. قولي لي بقى في تشابه بين المناهج الاكاديميه والمناهج الاداريه، وبتلاقي في صعوبات في ترتيب ده وتنفيذه على ارض الواقع، بتعدي ده ازاي؟ تمام. احنا كان عندنا في اكاديميه اتعلم صح كنا دايما هدفنا ان احنا نطلع طفل كرياتيف، يبقى مبدع، يحاول ان هو ما يبقاش حافظ او تلقين. تمام. فحبينا ان احنا نتعامل في الطفل مع الطفل بالطريقه دي، وتوافق طبعا معانا المناهج الوزاريه الجديده اللي هي ازمه عند كل الناس في الوقت الحالي في الخطه التعليميه الجديده 2.0 اللي كان طبعا من ضمن شعاراتها اكتشف وتعلم وشارك ليرن ديسكفر اند شير. حبينا نقدم ده طبعا من ضمن مناهج كتير جدا واساسهم جولي انجلش وجولي انجلش والدوبة، حاجات كتير طبعا تفاصيل كتير، بس ده كان اكتر حاجه حبينا ان احنا ناكد عليها في الفتره دي المناهج الوزاريه الجديده مع الاكاديميه ان شاء الله تحققوها. احنا دلوقتي بنساعد الامهات ان هي تدرس لولادها المناهج التعليميه. برافو عليكي. معانا برضو استاذه رشا جاد، هي عضو فريق. عايزاكي تقولي لي المنهج المتبع بالنسبه للغه الانجليزيه واسمه اللي هو المتدرج عليه اللي عامل هلع الجولي فوليكس. المتعارف عليه والمعروف دايما ان احنا الانجليش بالنسبه لنا دي قناعه، الانجليش بيكون حفظ، انزل باعمده، انزل بصفحات عشان احفظ الكلمات. طبعا مع الفريق المنهج ده اتغير تماما، بقى اسمه جولي انجلش اللي بيشمل جولي فونكس، جولي جرامر، وكمان ليرن انجلش ويز دوبا. دي الاستراتيجيه القايمه معانا مع المونتسوري. المنهج ده بيتضمن ان احنا بناخد الليترز كلها كساوندز الاول، بعدين بنعمل لها بلندنج، كل دي بخطوات مع الطفل لحد ما نثبت عنده ان هو يكون متمكن من قراءه كتابه املاء. برافو عليكي. عاجبني التنسيق والتلقين والرتابه واقفين على رجل واحد زي ما انت كنت بتقولي. طبعا انا النهارده الحلقه الاكسكلوزيف دي اكيد انا ما نزلتش في يوم كوبيبيون تاني عشان اروح من غير عرض ياسمين النبراوي او فريق اتعلم صح. هتدي لنا ايه النهارده؟
طيب اول حاجه المبادره قائمه لجميع الوطن العربي. اي حد حابب ان هو عنده اولاد او هي كأم حابه ان هي تغير من شخصيتها، حابه ان هي تكون معلمه لاولادها. دايما بقول لو احنا واحد علم اثنين علم ثلاثه علم اربعه نشرنا العلم الصحيح ان شاء الله باذن الله. اول حاجه المبادره التعليميه قائمه لكل الاطفال في الوطن العربي. تاني حاجه اي ام حتى لو اميه احنا معاكي هنعلمك، ودي حاجه بدون مقابل نهائي. اي تالت حاجه في منحه للامهات والمعلمات اللي حابين فعلا يغيروا الكارير بتاعهم. رابع حاجه التعليم الوزاري او المنهج الوزاري الجديد ان شاء الله معانا دكاتره الجامعه زي ما قلت ان شاء الله باذن الله هنساعد الامهات ان هي ازاي تعلم ولادها المنهج الجديد. دي اول اربع حاجات موجوده. خامس حاجه هي خاصه بالاكاديميه، اكاديميه تعلم صح زي ملفة اكتر من بلد، هي مفتوحه يا جماعه في اسكندريه اي حد ده باب علمه. يعني انا الحمد لله بفضل الله عاملاها وسايبه هم القائمين عليها ان هم اي حد عايز يتعلم هو ده منبر العلم بتاعه، انا متبرعه بيها ليهم. بشكرك، بشكر كل الاعضاء اللي موجودين النهارده، بشكركم ان انتوا استوعبتونا، بشكر بجد نفسي ان انا نزلت الحلقه دي النهارده وان انا خدت فيها القرار ده. حبيبه قلبي ربنا يخليكي، شرف ليا. زي ما انتم متعودين من مروه حسن او من فيونكا بيبيون، طبعا لازم في الاخر نختم بمفاجاه حلوه جدا. هنطلع فاصل صغنطه قد كده ونرجع لكم تاني بمفاجاه كبيره جدا غير متوقعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم ياسمين الزنفرون. انا عامله الفيديو ده عشان عايزه اقول رايي وكلمه شكر لمبادره اتعلم وعلم تحت اشراف دكتور ياسمين النبراوي. اولا كده دكتور ياسمين النبراوي هي قدوتي، ده اولا. ثانيا انا عايزه اشكر كل التيتشرز على مجهودهم معانا وعلى شرحهم لينا وكده. احنا لما جات لنا ازمه كورونا قعدنا في البيت، ما بقناش نتحرك، ما بقناش ننزل، ما بقناش نروح المدرسه. فاحنا من كتر ما قعدنا في البيت جالنا فراغ. ف لما التيتشرز شرحونا فهم مالوا فراغنا بحاجة مفيدة، وأنا بشكرهم جدا على كده. ثالثا بقى أنا عايزة أقول إحساس كده عندي، أنا كنت بستنى كل يوم يجي. يعني أنا كان عندي حماس جامد جدا في فترة المبادرة دي، كان عندي حماس جامد جدا إن أنا يجي اليوم التاني عشان أسمع شرح وعشان ادخل ميتنج وعشان استنى كمان. يعني انا كنت بستنى لحظه ان انا اعمل الواجب واستنى كمان تعليق التيتشرز على الواجبات بتاعتنا، وهما كمان كانوا بيعملوا لوحه شرف فيها العشر اوائل، اول عشر اوائل اللي هما عملوا الواجب. ولما انا ببقى منه بحس ان انا عملت حاجه كويسه، عملت حاجه جميله. والكلام ده بيديني ثقه بنفسي اكتر. وطبعا في الميتنج لما بجاوب مثلا على حاجه التيشر بيقولي بنعرض عليكم ضيوفنا، بنعرض عليكم هم بيعملوا ايه، لازم كمان نعرض عليكم وتكونوا حاضرين معانا احتفالنا بالنجاح. دي اقل حاجه النهارده قدرنا نعملها في اتعلم صح ان احنا نفرح معاكم. ليه؟ لان الناس دي كلها تعبانه جدا جدا جدا، بس علشان تبسطكم، تبسط اولادكم، تبسط وتنجح وتنمي وتكبر كل الاطفال اللي محتاجه تزود معلوماتها وتتعلم صح. حييكي على اسم المبادرة بجد اتعلم صح، دي كلمة تنم عن كل فكر الفريق ده، وده جزء من الفريق. بشكر كل الناس اللي ما جاتش، بشكر كل الناس الموجودة معانا النهاردة، بشكر قناة الصحة والجمال النهاردة، بشكر مصطفى مطوع، بشكر ميرنا معانا في الإعداد، بشكر كل حد موجود، بشكر كل الناس اللي واقفة ورا الكاميرات. الحلقة دي
تعبنا فيها جدا عشان نقدر ننقل لكم احنا قد ايه مبسوطين، قد ايه ناجحين، قد ايه فرحانين. وانا بجد مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده. تابعوا اخبارنا على مروه حسن بالانجلش ومروه حسن بالعربي على الانستجرام، وان شاء الله اشوفكم في حلقات كتير ناجحه. باي باي.